بهاي الطريقة اللي راح أسوف لكم إياها، أتمنى يكون تعجبكم وتلاحظون الطريقة الصحيحة شون توكل الأفراخ من دون ما تأذيها، وطريقة حلوة أنه يعيشون الأفراخ تكون صحتهم جيدة وما يصير عندك مشاكل ولا يموت أي فرخ. ماشي حبايبي، لاحظوني بالفيديو شو شرح، اعلمكم الطريقة وشون الكمية شلون تخلوها وش قد تكون كمية المي. المي لازم اكثر شي شوية تكون الـ 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 الطعم اللي تخليه انت البودرة لازم تكون شوية، ما تكون ثخينة، لازم تكون شوية طرية بها شوية مي، لانه المي اكثر صحة لهم. ليش؟ لانه خاصة هم فراخ ما يصير تعطيهم كمية هواية، لأن راح تصير ثخينة داخل الجسم المعدة وبعدين تنتفخ ومو زين لهم، خاصة لما تكون هيك الطريقة، لأن راح تصير ثقيلة. فالطريقة حيث تحافظ عليهم يكونوا صحي، ياكلون يشربون براحتهم، يكون طريقة مثل ما أنا راح أسويهم. تابعوني وخليكم إياه. هاي الكاميرا راح نخليها، أنا مثل ما شايفين هذا الأكل اللي هو المفيد لهم، فورميلا الأكل الغذائي لهم مثل ما ملاحظين الصور، أنواع الطيور تأكل من هذا الشيء، هذا كلش صحي وكلش زين لهم. هسه راح أخليكم أشوفكم إياهم مثل ما ملاحظين حبايبي. هاي هنا هسه انا عندي زوج، دائما لا تخلون كمية هواية، مجرد شاتة اي شاتة مد الشاتة، هاي حطيت هاي الكمية، شوفوا شي بسيط، هما اثنين بس. اوكي هسه هنا أنا حبايبي مثل ما شايفين المي لازم تخلونه يعني لا هو بارد ولا هو حار، شوي يكون دفى دفى شوي دافي. خلونا نشوفه شوية حتى يكون شوية طري. مثل ما ملاحظين حبايبي طريقة، بس بعد رادة شوية مي، شوفوا مثل ما ملاحظين حبايبي هسه راح افر الكاميرا واشوفكم شلون يكون. شفت حبايبي شلون؟ هيك لازم يكون طري. ماشي، هسه هنا أنا عرفنا شلون. هشوفكم بعد طريقة. هاي السرنجة اللي انا اوكل بيها الافراخ. ماشي اوكي. سو هسه الطريقه شلون، ما راح نخلي هيك هيك، دائما اخلي ايدي هنا
اسدها، بعدين ارجع اعبيها. اعبيها بطريقة صحيحة بحيث مو امليها فد مرة، حتى لو تكون وسط مو مشكلة. هسه هنا مليناها، ماشي مثل ما شايفين. بعدين نقلبها حتى الفراغ هذا الهواء الموجود راح يصير فوق. واول ما نسويها هاي الطريقة طبعا، بعدين نرجع نسويها هاي الطريقة. شوفوا حبايبي هنا هاي الطريقة، حتى اشوف لكم اياها اقرب مثل ما ملاحظين. لحد شوف ما تطلع هذا معناته ما ظل بيها هواء. هسه هاي مليانة ما بيها هواء، ماشي صارت نظيفة ما بيها هواء. شو احنا شو راح نسوي؟ راح اخليكم اياها حتى اشوفكم شلون يتم توكيل الافراخ. خليكم نحضة وياي. ميش حاول لا تفوتها كاملة، حتى لو بس شوية هيجي، وعلى كيف خفيف عصرها حتى ينزل براحته. مثل ما شايفين هنا يعني. حاليا هذا امتلت الحصة مالته، كل شيء تمام ما عنده اي مشاكل. شوف الطريقة شلون خفيفة، ليش تعصرها عصرة واحدة راح تقتل الصغير. لازم شوي شوي خفيف وياه وياه، تنطي نفس شوي يرتاح. هنا
ارجع مره ثانيه. شوي شوي خفيفة، ما لازم تضغط عليها بسرعة لأنه راح تخنقه. الطريقة اللي قلت لكم عليها وعلمتكم عليها طريقة صحيحة وكلش ضروري، لازم من تعصر السرنجة لازم طريقة على كيفك، مثلا على كيفيش خفيفة وياها شوي شوي، طريقة على كيف الحال ما تخلص الغذاء الموجود داخلها يخلص، وبعدين تكون انه تمت العملية بنجاح، انه ما عندك اي مشكلة. مثل ما شايفين حبايبي الحاصلة صارت مليانة، نرجع نخليهم بالعلبة. والحمد لله علمناكم اليوم طريقة شلون يتم توكيل الأفراخ، سواء كان الكوكاتيل أو البغبغاء أو الطيور الأخرى، فكلها نفس الطريقة راح تكون صورة صحيحة. ولا تكون مرتبك ولا تخاف، بالعكس لانه تستفاد هواي شغلات حلوه لما انت اول طريقه تسويها صحيحه راح تتعلم عليها مع الوقت. واهم شيء مثل ما عودتكم الاكل لازم يكون طري، يعني كثر بيه مي ولا يكون ثخين، لان اذا كان ثخين صراحه راح يكون ثقيل على المعده، وراح تحس انه انت جاي تخنق الافراخ. فدائما حاول تنطيهم كمية وتحافظ عليهم وتكون بيها مكثر المي صحي لهم اكثر، اوكي، ولا يكون مي بارد ولا مي حار، مي يعني شوية يكون بيدفو، لانه تعرف العجينة لازم تكون شوية بيها شوية دفو المي حتى بالاكل يكون صحي. ماشي حبايبي، ولا تنسون اهم شيء دعم القناة واشتراك بالقناة. تحياتي لكم، اخوكم روني. لا تنسون اهم شيء تعملون هاي الطريقة وكلش مفيدة، حتى لو انا اقدر اخليهم ويا الام والاب، بس انه اريد استفاد من الانتاج. لما تشيل الافراخ تستغل الوقت، لانه يبدون يتكاثرون مرة ثانية، يبيضون ويتكاثرون نفس الوقت، ويكون صحتهم جيدة. ولا تخاف من التكاثر، لا يجي لك شخص يقول لك انه يتعب من كثر التكاثر، لا. دائما الطيور تعرف وقتها، شو وقت ترتاح وشو وقت تتكاثر، فلا تهتم اللي يقول لك مثلا انه كثر الفراخ تطلع انتاج هواية بعدين تتعب الطيور. لا، بالعكس، انت طلع انتاج واستفاد من الوقت، تطلع الافراخ يكثرون الافراخ، وذاك الوقت لو خسرت الاب او الانثى طريقة سهلة تخلي انثى ثانية ويا الذكر وياخذها وتجعل نفس الطريقة، يعني اذا ما طلعت انتاج منها هواية واستفادت، لو خسرت واحدة ما راح تخسر شيء. تحياتي لكم.